تقولوا احنا 90 دقيقة نادي سيرسي ما يسحقش الخسارة الحقيقة على المردود اللي قدمه وعلى الفرص اللي خلقها، رغم اللي ما كناش معناها باهين على مستوى البناء الهجمة، معناها كان فما بعض الأحيان تسرع ونحبوا نخلطوا الكرة للمناطق بتاع المنافس بأسرع وقت، ممكن هذه الأخطاء اللي كنا معناها نبهنا لها وكنا حاولنا نتلافاوها خاصة فترة ما بين الشوطين. الفريق اللي ما جسمش وقبل هدف على كرة ثابتة، معناها ممكن كانت النتيجة قاسية أكثر على نادي سيرسي. السي غازي الكرات الثابتة سي 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 جات وبرشا كرات ثابتة تروح هذيا ما استغل حتى الكرة. الأسبوع اللي فات النادي الصفاقسي ترشح على كرة ثابتة، اليوم ما نجمناش نستغلوا الفرص رغم الكرات وصلوا، شفتوا كرات ثابتة في القائم الثاني، لاعب انفراد تقريبا براسه يحط الكرة لبرا، لاعب ثاني كرة معناها في 18، يعني مش مسألة تجسيم، التجسيم هو أول حاجة توفيق وتركيز، يعني وقت أنت تكون مركز، أهم حاجة أنك تنفذ بطريقة جيدة، قاعدين نخدموا. ما وفقناش ربي اليوم، نتأسفوا للجمهور لأنه كنا نحب نفرحوه مرة أخرى. هذيك كرة القدم وقت اللي تقبل كرة على خطأ وانت تضيع أضعاف الفرص هذه ما تجمش تفوز في مباراة كما اليوم. مش نحكي على منطقة وسط الميدان كيف كيف، ممكن في الشوط الأول اللي خذيت منطقة وسط الميدان. شوف احنا نعرفوا النجم جاي لعب تحفظ، لعب بوسط ميدان مكثف، يعني 5 لاعبين في وسط ميدان، مهاجم واحد يلعب على الكرة المرتدة، شفنا هذا معنا واضح. احنا كنا طالبين من لاعبي الأطراف نتاعنا باش يكونوا أكثر في وسط الملعب، يقربوا أكثر باش نجموا نبنيوا الهجمة، باش نجموا ناخذوا الكرات في الانترليني بين الخطوط نتاع النجم. المشكلة كونه احنا معنا في بعض الأحيان قونا بالشيء هذا، في البعض الآخر معناها فقدنا التركيز، هذا اللي خلى المنافس ياخذ علينا الوسط الميدان. لكن كما شفتوا الشوط الأول حاولنا نفرض اللعبة نتاعنا، عملنا الفرص، المنافس ما عملش فرص الشوط الأول، يعني كنا احنا أفضل وضيعنا فرص واضحة، يعني أهداف واضحة، معناها وقت تضيع فرص بالكيفية هذيك أكيد بعد نلوموا أنفسنا لأنه المنافس استثمر كرة من خطأ نتاع كرة ثابتة سجل هدف. عندك ما تقول بيبليك؟ بطبيعة احنا نتأسفوا برشا للجمهور نتاعنا، احنا جينا باش نفرحوا الجمهور هذا اللي ورا الفريق اللي قاعد يدعم، ونتأسفوا له ياسر، معناها انا شخصيا معناها حزين من اجل الجمهور، لانه اذا ما كانتش فما مشاكل ما كانتش فما أزمة نتائج ما كنتش جيت، انا جيت وحاولت اني ناقف مع الفريق وناقف مع اللاعبين كما فرحناهم الاسبوع اللي فات في مباراة الكاس وترشحنا. الاسبوع هذا ما توفقناش ربي نخدموا، ما فماش هذيك كرة القدم، معناها الخسارة موجودة والربح موجود، نحبوا نفرحوا الجمهور، معناها هذا هو الهدف نتاعنا، الناس كل ما فماش واحد يبخل بحاجة باش جمهورنا يفرح.